هو ميزة الشابتر ده شابتر معهوش الدرجات فيه ولا هو صغير بيجي عليه درجات كتير، يعني أقل مرة بجيب فيه يجي 10 درجات، هو يعني المتوسط بتاعه من 10 ل 15 درجة. الشابتر ده بالنسبة لنا يعني هو في شوية زيادات بسيطة في الكتاب تمام، واللي بيدرس الكتاب وأنا بروح أقول للستة دي لو أنت تمام؟ يعني تزود على الكتاب؟ بص وخضروات ده كتب بس بيدخل في حاجتين هتلاقيهم عندك في الكتاب، تحفظ السنة اللي فاتت كل سنة. في أخطاء في الكتاب حتى الدكتور يحيى السنة اللي فاتت هو في الشرح قال لهم عدلوا دي ودي ودي. وفي حاجات ناقصة في الكتاب بيقولوا في المحاضرات أو في السكيشن. ومكتوب برضه. ماشي؟ أول حاجة هنتكلم عنها السيت انجن عشان بس تبقوا فاهمين أنا بشرح إزاي. أنا ما بخبطش الكلام اللي في الكتاب وبعد كده أقول لك إيه يلا احفظه وتروح أنت بقى إيه تحفظه في البيت خلاص. أنا بفهمك الفسيولوجي والأناتومي والهيستولوجي بتاع حاجة وأقول لك دي لو باظت تتوقع العكس التاني. يعني بحاول أخليك تفهم دماغك جدا جدا. فدايما قبل الدرس لازم لو في حته فيسيولوجي او اناتومي او هيستولوجي بشرحها. انا بالنسبه لي عندي في حاجه اسمها سيل انجري. فقبل ما افهم اصلا يعني ايه سيل انجري لازم افهم السيل دي بتفكر في ايه؟ بتشتغل ازاي؟ كلام الفسيولوجي السيل عندي زي بالظبط احسن تشبيه ليها زي المصنع. المصنع ده بيبقى ليه سور من بره. السور ده وظيفته ايه؟ يحميلك في المصنع. المصنع ده عندك السيل بول هو السور اللي عندك. طيب جوه في عمال موظفين في حاجات كتير قوي بس عندك مدير للخليه. مين المدير؟ النيوكليس. والنيوكليس دي هي اللي بتتحكم في اي حاجه في الخليه. يعني اي حاجه انت عايز تعملها مين اللي بيدي الاوردر؟ دي ايه اللي موجود في النيوكلس. فانت بالنسبه لك لو سمعت ان النيوكلس دي اتدمرت يبقى معنى كده ان الخليه دي ماتت. طيب المدير مش هيبقى موجود في كل كبيره وصغيره، في بديل ليه، في مساعد المدير وده اورجانيل مهم جدا اللي هو الميتوكوندريا. الميتوكوندريا هي اللي بتشغل كل حاجه في الخليه. يعني الميتوكوندريا بتطلع ايه؟ الاي تي بي ده ايه وظيفته؟ هو انت السور بتاعك ده مش ليه بوابات عشان تدخل الحاجات تطلع منها حاجات؟ مين اللي بيتحكم في البوابات دي كلها؟ الاي تي بي. يعني الاي تي بي ده وظيفته انه يتحكم لك في الصوديوم بوتاسيوم بامب والكالسيوم بامب. طب لو حصل مرض ضرب الميتوكوندريا يبقى عمل لك ايه في الاي تي بي؟ مفيش اي تي بي. أو لو حصل مرض خلف هو الاي تي بي ده بيطلع ازاي؟ السايكل دي اسمها ايه؟ كريبس سايكل صح؟ ايروبيك ولا انيروبيك؟ ايروبيك. طب لو واحد عنده مشكله زي ما نعرف ما عندوش اكسجين عنده هيدروكسي في الحاله دي الخلايا تتنفس انيروبيك يبقى في لك تتنفس هيطلع بس هل في اي تي بي هيطلع؟ يبقى نفس الفكره صح؟ يعني من الاخر انا عندي اول حاجه مدير الخليه النيوكليس وده بيتحكم في كل حاجه في الخليه. تاني حاجه الميتوكوندريا ما تقلش انابيع عن النيوكليس لان الميتوكوندريا دي طلع لي اي تي بي. الاي تي بي ده مسؤول عن كل البايوكيميكال رياكشن اللي موجوده في الخليه. طيب في كمان عندك في حاجه هو الخلايا دي بتتغذى ازاي؟ ايه المصدر بتاع الاكل بتاعها؟ بروتين. مين اكتر حته مليانه بروتين؟ تمام اللي موجوده فين؟ في الرف البلازما الخارجي. طيب وبعد ما بتخلص الاكل والحاجات دي كلها بترمي الويست برودكت كلت وعايز ترمي بقايا الاكل بتاعتك هترميها فين؟ بس تخلص منها ازاي؟ في مدفن كده بيدفنوا فيه الاكل كله ويتخلصوا منه اسمه لايزو زون. يبقى انت عرفت الكومبوننت بتاعت الخليه.
طب لو جيت قلت لك دلوقتي ان الريزوزوم مثلا حصل فيه اي حاجه والانزيم، هو ازاي الريزوزوم ده بيشتغل؟ بيطلع حاجه اسمها ريزوزوم الانزيم، اللي هم لايبيز بروتيز، يعني كل واحد مختص، البروتين هيتبنى الليمت هيتبنى. طب لو جيت قلت لك ان انا عندي ديفكت حصل في الريزوزوم الانزيم، يبقى الويس برودكت دي هتحصل ايه؟ هتترسب ومش هتترسب. طب لو قلت لك العكس حصل، الريزوزوم الانزيم دي زادت، يبقى هتبدا تنزل في البروتين والليمت اللي موجود اوريدي خليه. يبقى الكلام ده كله مش موجود، المفروض الكلام ده انتوا عارفينه قبل كده، تمام؟ انا براجع لك بس حاجات علشان لما اتكلم في الباثولوجي تبقى فاهم. يبقى انا السيل دلوقتي عندي فيها بايوكيميكال اكشن، مين المتحكم فيه؟ الاي تي بي اللي طالع من الميتوكوندريا. الحاجه الثانيه، السيل ليها شكل مورفولوجي صح؟ شكلها ايه؟ رابط وفيها ستراكشر من جوه. ايه الستراكشر ده؟ اللي قدامك النيوكليس والميتوكوندريا والريبوزوم والكلام ده. طيب لو حصل عندك ان الخلايا دي اتعرضت لاي حاجه، زي مثلا زي ما اتكلمنا من شويه في الهايبوكسيا، الهايبوكسيا دي لما هتحصل الاي تي بي دي هيكمل ليه؟ لان الاي تي بي ده بيطلع في انيروبيك، سوري في ايروبيك. طيب في الحاله دي يبقى انت عندك في ديفكت حصل في الاي تي بي، وفي هيحصل مشاكل تانيه. طب السؤال بقى، يبقى معنى كده ان انت عملت ايه؟ لخبطت حاجه من الثلاثه دول في الخليه. ففي الحاله دي لما تيجي تعرف السيل انجري، هو ايه اللي عارف السيل انجري؟ بايوكيميكال او مورفولوجيكال او ستراكشرال تشينجز بتحصل فين؟ في الخليه. طب ليه حصلت؟ نتيجه اكسبوجر لحاجه انجيريس ايجنت، هايبوكسيا زي ما هنشوف الكلام ده دلوقتي. هايبوكسيا اسكيميا بكتيريا فيروس. طيب لما حصل اكسبوجر للانجيريس ايجنت ده عمل بايوكيميكال او مورفولوجيكال او ستراكشر في الخليه، غير شكل الخليه وخلى لك الخليه بقت حاجه ثانيه، هو ده اللي بنسميه سيل انجري. حد مش فاهم الديفينيشن ده؟ يبقى انا السيل لو لقيت انها فيها ديفكت في البايوكيميكس بتاعي او المورفولوجي بتاعها او الستراكشر، يعني هقول لك حاجه، لو جيت دلوقتي قلت لك النيوكليس دي مكانها فين؟ سنترال. طب لو زادت كده بقت اكسنتريك، بقى ده نورمال ستراكشر ولا ابنورمال؟ يبقى ده سيل انجري ولا لا؟ سيل انجري. طب لو جيت قلت لك ان الخليه دي شكلها كده، حصل حاجه ضغطت على الخليه مرض معين زي ما نبقى نعرف خلات شكل الخليه بقت كده، يبقى ده سوري ده مورفولوجيكال تشينج. طب لو جيت قلت لك ان في مرض حصل ضرب الميتوكوندريا، وده معظم السيل انجري بيحصل نتيجه ضرب الميتوكوندريا، فالاي تي بي ده حصل فيه ايه؟ الاي تي بي لما هيقل وهيقل لوحده كده، ما هيأثر على الصوديوم والكالسيوم اللي موجودين فين؟ هنا، وبرده التبعات دول هيأثروا على بقيه الرياكشنز بقى. فمعنى ان انت اي حاجه من دول او كلهم يحصلوا ده اسمه سيل انجري. يبقى الديفينيشن بتاع السيل انجري مفهوم؟ اعتقد مش محتاج انه يتحفظ. بايوكيميكال مورفولوجيكال وستراكشرال تشينجز هتحصل في الخليه ليه؟ نتيجة اكسبوجر حاجة اسمها انجيريس ايجنت، عامل بيسبب السيل انجري. طيب بعد ما تتعرض للانجيريس ايجنت ده هيحصل تغيرات، التغيرات دي هنعرف هتحصل ازاي. طيب السؤال التاني، ايه هو الايتيولوجي بتاع السيل انجري؟ اسباب كتيرة قوي، تمام؟ وهيعدوا علينا بنسبة كبيرة جدا كل شابتر. الاسباب دي كتير جدا، فعشان تريح دماغك وتحفظهم عملتهم لك في كلمه، يعني اي حاجه بتحاول تحفظ بيها هار اي بي سي نيم، اي هبل بس نحفظ بيه، لان الكلام ده هو اللي بينزل في الاخر، تمام؟ اتش 3 اي اي بي سي كان ذاك اللي احنا اتكلمنا من مصر. ده اهم واحد. الهايبوكسيا. الهايبوكسيا. الهايبوكسيا والاسكيميا زي ما هنعرف هما اكتر حاجتين يفرقوا معانا في السيل انجري. طيب ليه هايبوكسيا؟ هو ما معنى كلمه اوكسيا يعني اكسجين وهايبو يعني قليل؟ يعني ايه هايبوكسيا؟ يعني ديفيشنسي في الاكسجين.
طب وايه المشكلة يعني لما يحصل عندك ديفيشنت اوكسجين؟ لسه من شوية كنت بقول لك هيضرب الوقت كنت لا كنا بنقول من شوية دلوقتي ان الاوكسجين لما ايه هيحصل لعيان ده ايه؟ نقص في الاي تي بي هنشرح اصلا الميكانيزم بتاعه. طيب السؤال بقى الحتة دي مش موجودة في الكتاب بس زودها عشان نخلص منها. هو الهايبوكسيا دي تحصل ازاي؟ ايه اللي انا رسمته ده؟ الهارت بالمونري ارتري والاثنين لان المفروض دول الاربعه بالمونري فينز والدم بينزل عمليه تصنيع الاكسجين هتعرف تحصل ازاي؟ ركزي معانا يا دكتور. تصنيع الاكسجين بيحصل ازاي؟ الدم بينزل من هنا اوكسجينيتد ولا نون اوكسجينيتد؟ نون اوكسجينيتد ويمشي في البالمونري ارتري نون اوكسجينيتد ويروح للاثنين لان يحصل له اوكسجينيتد ينزل لك هنا هو نازل في الهارت علشان يمشي في الاورطة والاورطة دي تروح توزع الدم للتشو. السؤال تعريف كلمة هايبوكسيا عشان تخلص منه حط في دماغك ان كمية الاكسجين اللي وصلت للتشو قليلة. طب كمية الاكسجين دي ممكن تبقى منين؟ من البداية نقصها منين؟ من هنا. يبقى لو عندك لانج ديزيز عملية الاكسجينيشن هيبقى فيها ديفكت. طب بلاش الدم مش واصل الدم نزل اوكسجينيتد ونزل في الهارت بس الراجل ده عنده هارت فيلير فكمية الدم اللي هتطلع هتبقى قليلة صح؟ ولما تطلع كمية الدم هتبقى قليلة يبقى برضه الراجل ده كمية الاكسجين هتوصل له هتبقى قليلة. طب افرض اللنج سليم والهارت سليم هو الاكسجين بيتشال ازاي؟ على الهيموجلوبين صح؟ على فين بقى في الهيموجلوبين؟ في الارض؟ طب لو واحد عنده ديفكت في الهيموجلوبين، نقص الهيموجلوبين ده مرض اسمه ايه؟ انيميا. يبقى الشخص ده لو عنده انيميا عشان كده المعلومات بقى اللي قلتها لك في النص دي حطها في دماغك كويس قوي. العيان ممكن يجي يقول لك انا حاسس ان انا بنهج. دايما دماغنا بتروح ناحيه انه عنده حاجه في الرئه. صح؟ ويقول له روح وهات السماعه هو ما بيسمعش حاجه ويقول له تعالى اعمل اكس راي الكلام ده كله. دايما انا بقى بالنسبه لي بطلب اول حاجه سي بي سي كومبليت بلاد كاونت اقول له اعمل لي صوره دم علشان استبعد الانيميا. طب ايه المشكله في ان الانيميا دلوقتي عنده نقص في الاكسجين عنده نقص في الهيموجلوبين فالهيموجلوبين دلوقتي شايل كميه اكسجين قليله فالاكسجين اللي هيروح هو قليل. أو آخر حاجة خالص بقى تشو هايبوكسيا. التشو مش قادر يعمل تبطيك للأكسجين. خلصنا كده منها عشان هتفضل معانا كذا مرة تجيلنا الهايبوكسيا. يبقى الهايبوكسيا إيه أسبابها؟ بالمونري ديزيز، كاردياك ديزيز أو الاثنين مع بعض أو عنده أنيميا أو تشو هايبوكسيا. هتعدى علينا أكتر من مرة وخلصنا منها من أول. طيب تاني حاجة عندي اسكيميا وهنا بقى الاسكيميا دي هتفضل ملازمانة جنرال وسبيشال وكذا مرة هتعدي علينا وهيجي يقول لك ايه هي الكوزس اوف اسكيميا. انا مش كاتبهم ومش عايزك تحفظهم دلوقتي انا عايزك تحفظ جملة واحدة بس. الجملة دي مش هتنطبق على البلاد فيسل بس على اي بول اورجان. يعني ايه بول اورجان؟ مجوز. ايه بقى الاكزامبلز بتاعت كل اورجان؟ ستومك يعني ستومك الاسوفاجس تمام؟ ستومك والجي اي تي كل اورجان والبلابر كل اورجان والبلابس. يبقى الفكره كلها ان انا عندي اي كل اورجان دايما القاعده بتقول لك ايه؟ ركز فيها اي حاجه بيعدي فيها حاجة يقفلها في حاجة من ثلاث حاجات حاجة من بره حاجة من جوه حاجة من جوه انت حاجة أي حاجة بيعدي فيها حاجة بتقفلها في حاجة من ثلاثة يا إما هتقفلها من بره يا إما في الوول يا إما من جوه. بمعنى بلاد فيسل ده بيعدي فيه إيه؟
الاسوفاجس بيعدي فيكم، عايز يقتل الاسوفاجس يقتله ازاي؟ يا اما تقتله من جوه، يا اما البول، يا اما حاجه تضغط عليه من بره. القاعده دي هتفضل معانا طول منهج الباثولوجي. حاجه اقول لحد قول لي دلوقتي في كوزس اسوفيجيال ريستراكشر، في كوزس بلاد فيسل ريستراكشر، هي ثابته. يا اما تقتله من بره لنفنوت يومر زي ما احنا بنعرف، يا اما حصل فيه كونتراكشن في البول، يا اما حاجه ماشيه جوه فجاه تقتله. طيب ايه برضه المشكله يعني لما يحصل عندنا اسكيميا؟ ان الاسكيميا دي تتخلف منها. طيب يبقى السيل انجري دلوقتي اتكلمنا في الديفينيشن بتاعه. ايه هو بقى الديفينيشن بتاع السيل انجري؟ ده اصلا نتيجة فيكسيكولا ده. ايه هما بقى الانفيرس دي؟ تالت حاجة الانفكشن. ودي مشهورة اوي. ايه اشهر انواع الانفكشن عندك؟ نعم. عايز تمشي؟ وده شخص هيبقى كامل لوحده شابتر كبير كده اسمه الفيشن. هنعرف كل فيروس او بكتيريا او بارازايت كل دول بيعملوا انفكشن ازاي وبيعملوا سيل انجري ازاي. يبقى الكوزس اوف سيل انجري اهم كوز. وعلى فكره مره جت في الام سي كيو كده جمله تترشبه شويه، حط له كام كوز في الهايبوكسيا والاسكيميا والانفكشن وقال له ايه كومنست كوز وكذا سيل انجري. فعشان الام سي كيو الكومنس كوز عندك هو الهايبوكسيا، الموست امبورتنت كوز برضه هو الهايبوكسيا. والاسكيميا والانفكشن والاميونولوجيكال رياكشن، ودول هنبقى ناخدهم في شابتر الاميونيتي. بعض الخلل في جهاز المناعه بيعمل ديزيزز زي الايدز، انتوا عارفين الايدز بيقلل المناعه فازاي بيدخل في انفكشن. وفي امراض ثانيه هنبقى نتكلم عنها، خلل في جهاز المناعه، جهاز المناعه بيهاجم نفسه برضه هنبقى نعرفه. يبقى انا دلوقتي عندي هايبوكسيا واسكيميا وانفكشن اميونولوجيكال. ان ايه حاجه اسمها ايجنج. يعني ايه ايجنج؟ السن شيخوخه. تمام؟ ليها اسم تاني يا دكتوره مبتسمه انت اسمها سينيليتي. هي هي الايجنج والسينيليتي واحد. طيب البي الفيزيكال يعني ايه؟ يعني اكسبوجر للسان ستروكي. ليه سان ستروك؟ الاكستريم في واحد اتعرض لحاجه درجه حراره عاليه او درجه حراره قليله. طب الكيميكالز مواد كيميائيه ممكن تعمل سيل انجري. الدراجز والبويزن والاسيد والالكالي والكلام ده كله. النيوتريشنال النيوتريشن يا اما اوفر نيوتريشن يا اما اندر نيوتريشن. الاثنين ليهم مشاكل. زي الاكل الزايد زي ما احنا بنعرف الفاتي اسيد كتير قوي. الناس اللي هم ما شاء الله بيضربوا فات لحد ما يقوموا دول الاوبيزيتي هنعرف ان فيها مشاكل. والمال نيوتريشن برضه فيه مشاكل. في بعض الامراض الجينيتكس هنبقى ناخدهم بيعملوا سيت انجري ازاي. وبعض الميتابوليك ديزيزز خلل في الميتابوليزم اللي هو اشهر مرض ودايما بنرمي اللوم عليه في اي حاجه. الدايبيتس. الدايبيتس ده بتتزنق في اي مرض ولا بلاش عشان في ناس بتتزنق في امراض متخلفه راح حاطط الدايبيتس. الكوزس اوف كانسر ده الدايبيتس فين يا ابني؟ السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت دي فظيعه الحمد لله انها هايبوكسيا ده الموست امبورتنت كوز. ايه كوز اوف هايبوكسيا؟ اسمه دي فيه لانج ديزيز، كلى ديزيز، كارديك ديزيز، اوبستراكشن وانيميا ودي هايبوكسيا. كوز اوف هايبوكسيا ايه؟ ايوه طيب ايه الاذر كوزز بتاعت السي دي؟
Neurological reaction. And it? Aging. طيب والان نوتريشنال النوتريشن عندي اوفر نوتريشن اندر نوتريشن وفي امراض جينيتكس لما نوصل لها وفي ميتابول خذ السوكسيدين ده ده جنبك واحتمال كبير قوي يجي السنه دي لان هو ده اللي باقي في السيتنج اللي ما جاش السؤال ده مهم جدا اسمه باثوجينيسيس او ميكانيزم اوف سيتنج السيت انجري زي ما نعرف في اخر قصه هو في منه كذا نوع والانواع دي مختلفه بس انا هبتدي اتكلم معاك احنا قلنا كم جزء دلوقتي للسيت انجري 10 اسباب هل كلهم بيعملوا سيت انجري بنفس الميكانيزم؟ اكيد لا اكيد ان الهايبوكسيا تمام ممكن تكون اسوأ من مايلد انفكشن يبقى معنى كده ان الميكانيزم اللي انت هتشرحه دلوقتي بتاع السيت انجري بيتوقف على ثلاث حاجات احنا قلنا ان انا عندي كذا نوع هنشوفهم بعد ما نشرح من السيت انجري كذا نوع من السيت انجري الانواع دي بتعتمد على ايه؟ اول حاجه السيفيريتي والتايب اوف انجري يعني ايه؟ يعني اكيد الهايبوكسيا هتعمل ميكانيزم يختلف عن بتاع الانفكشن فالنوع اللي هيحصل حتى الهايبوكسيا هيكون مختلف انا اللي هيحصل معاه والسيفيرتي يعني لما اجي اقول لك دلوقتي ان انا عندي مايلد هايبوكسيا ولا سيفير هايبوكسيا هتعمل انجري اكتر السيفير والديوريشن يعني واحد حصل له اكسبوجر تمام بقي له 7 سنين بيتغلب تمام؟ ربنا يكرمك ويعمل ايه البيت يعني وهات مرتضى وهات مرتضى وهات مرتضى هيفرق معاك ايه لان كل ما العمليه هتطول تمام هيحصل مور اند مور انجيريس فيجن بمعنى ان لو واحد خد بويزن وبقي له فتره طويله كل يوم بيتعرض للبويزن على المدى الطويل هيحصل له ايه؟ هيحصل له ديزيز في مشكله السموكر على المدى الطويل هيحصل برضه مشاكل يبقى الباثوجينيسيس في كلمتين لازم بنكتبهم كده في اول السطر ان انا عندي بكتب كده الباثوجينيسيس بتاع الديزيز اول كلمه هتقول انه بيعتمد على التايب والسيفيريتي والديوريشن اوف اكسبوجر في الانجيريس لان الثلاثه دول لو اختلفوا كل ميكانيزم هيختلف. طيب تعالوا بقى ليه الجزء المهم دلوقتي ازاي الحاجات اللي انا قلت عليها دي هتعمل سيت انجري؟ ده سؤال هو مين اهم حاجه لو ضربت راحت الخلايا من النيوكليوس؟ ضربت النيوكليوس دي ماتت الخلايا ومين كمان برضه بتاثر عليك؟ الميتوكوندريا. طيب مين اسهل واكسسبل انك تعرف توصل له ان الانجريزيشن تقدر يوصل له اسرع؟ الحاجه اللي في السنترال بارت ولا الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا عشان كده المين تارجت بتاع الانجري ان هو راح يعمل ايه؟ راح يضرب الميتوكوندريا، ادي اول جمله ام سي كيو في الحته دي. بيجي لك في الامتحان يقول لك المين تارجت في سيل انجري ويحط لك كذا 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 ام سي كيو. انت هتدور هتلاقي مين؟ الميتوكوندريا؟ تمام؟ يبقى المين تارجت، التارجت الاساسي بتاع كل الانجري سيشن اللي احنا قلناهم علشان يموت الخليه او يعمل خلل في الخليه هو ايه؟ الميتوكوندريا. طب السؤال ايه المشكله يعني لو الميتوكوندريا دي باظت؟ احنا قايلين قبل كده السيفيريتي والتايب والديوريشن هيفرقوا معانا. السيفيريتي والتايب والديوريشن لو كانوا حاجه خفيفه يبقى الانجري اللي هيحصل في الميتوكوندريا ده تتوقع انه يبقى مايلد ولا سيفير؟ مايلد. وطالما مايلد ممكن تبقى تقدر تصلحه بعد كده. يبقى ريفيرتبل يعني قابل انه يتصلح.
طب لو كانت السيفيرتي او تايب او ديوريشن بتاعه الاكسبوجر للجيروس ايجنت عاليه قوي يبقى في الحاله دي هيبقى ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ طب ولو الميتوكوندريا ماتت ينفع خليه تعيش من غير ميتوكوندريا؟ يبقى يحصل ايه الخليه دي؟ يبقى اذا الفكره كلها التارجت الاساسي بتاعك هو الميتوكوندريا، اتضربت الميتوكوندريا شوف قبل ما تفتح بقك شوف التايم والسيفيريتي والديوريشن كان مايلد يبقى هيبقى مايلد وريفرسبل يعني هيقدر يصلح نفسه ويرجع تاني. طب كان سيفير مش هيقدر يعمل حاجه خليها منه. طب السؤال برضه ما فهمتش هو ليه الميتوكوندريا لما بتبوظ بيحصل ان الخلايا بتموت نتيجه ايه؟ ايه الحاجه الاساسيه اللي بتطلعها؟ ففي الحاله دي لو الميتوكوندريا باظت عندك يحصل ايه؟ حاجه كمان اي تي بي ديبليشن. يعني ايه اي تي بي ديبليشن؟ نقص الاي تي بي. طب سؤال انت محتاج الاي تي بي ده في صوديوم بوتاسيوم بارز. لسه من شويه كنت بقول لك انها اساسي عشان دي صوديوم بوتاسيوم بارز. برضه يعني ايه؟ انا لو صوديوم بوتاسيوم بارز اتضربت عندك ثلاثه الليفل بتاع الصوديوم جوه الخلايا يحصل له ايه؟ يجيب ميه معاها حلوه قوي تصحى الميه. طب والصوديوم ده معروف لما بتحضر بتشرب طب لو كانت اي حاجه فيها ملح بتشرب ميه كتير. طب ليه؟ اي حاجه فيها ملح يعني فيها صوديوم ومعنى كده اتفضل اي حاجه فيها صوديوم هتسحب ميه كتير. طب لما تسحب ميه كتير يبقى دلوقتي الخلايا هيحصل فيها ايه؟ سوليم سوليم. يبقى ده structural change وmorphological change. يبقى ده سيت انجر ولا سيت انجر؟ طب ما ممكن لو الميتوكوندريا باظت النيوكلاس عندها الكوب بتاعها انها تصنعها جديد. ايه اللي انا خبرت عليه؟ كان من تارجت؟ ريفرسبل؟ صح. كان سبيل لدرجه انك ما لحقتش اصلا تعمل. تمام النيوكلاس تمام مش فيها حاجه ماشي هيحصل عندك خلل مؤقت لحقته اهو. السؤال هو مش نفس السبب اللي ضرب الميتوكوندريا ده ممكن يسحب بيه هنا تاني حاجه لو صبرت 10 دقائق بالظبط كنت هتفهم قصدي ايه. ماشي دلوقتي الصوديوم بوتاسيوم بامب عندي لو اتضربت ايه اللي هيحصل؟ الاي تي بي قلنا اتضرب والصوديوم بوتاسيوم بامب اتضرب الصوديوم داخل الصوديوم بيسحب دايما مع ايه؟ ميه. الخلايا هيحصل فيها ايه؟ سوليد. تمام؟ لما تتنفخ الخلايا تقدر تتنفخ لحد ما تنفخ بس انا ما اعرفش. طيب السؤال الثاني في الحاله دي الاي تي بي ديبليشن انت محتاج الاي تي بي ايه؟ كسورس اوف انرجي صح؟ هترجع لاسلوب ثاني. ايه الاسلوب الثاني بقى؟ انك بدل ما هتعتمد انك تطلع اي تي بي هتتنفس انيروب صح؟ مش احنا قلنا ان كومن سكوز اوكسيد انجل هو الهيدروكسيد؟ في الحاله دي انت عندك الميتوكوندريا مضروبه ومفيش اكسجين يبقى في الحاله دي هتضطر انك تتنفس انيروب. ايه مشكله الانيروب؟ بتطلع لاكتيك اسيد. ايه مشكله اللاكتيك اسيد؟ ايه يعني لما يطلع عندي شويه لاكتيك اسيد هنا؟ البي اتش بتاعت الخليه هيحصل فيها ايه؟ هتختلف صح؟ طيب الاوزمولاريتي بتاعت الخلايا لما هتختلف هيبدا الضغط الاوزموتيك بريشر يسحب الميه جوه الخليه. يعني معنى كده برضه ان الخليه هيحصل لها ايه؟ يبقى لو جالك سؤال ميكانيزم او سوليد سيلز هتكتب ايه؟ نقص الاي تي بي. والاي تي بي ده لما قل عمل لي حاجتين اثر على الصوديوم بوتاسيوم بام دخل صوديوم كتير. لما دخل صوديوم كتير عمل ايه؟ سحب ميه كتير. الانفلوكس بتاع الصوديوم زود الانفلوكس بتاع الجوده. الحاجه الثانيه الانيروب قلب الخليه بدل ما هتطلع اي تي بي طلع لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده زود الاوزمولاريتي جوه سحب. تمام؟ طيب نكمل. انا قلت لك من شويه ان الاي تي بي ده بيتحكم في الصوديوم بوتاسيوم بار صح؟ بيتحكم في ايه كمان؟ كالسيوم شانل. طب لو الصوديوم بوتاسيوم بار اتضربت عرفنا المشكله. طب لو الكالسيوم شانل باظت ايه اللي هيحصل؟ كميه الكالسيوم اللي هتدخل جوه الخليه هتزيد. يبقى الانترا سيلولار كالسيوم هيحصل له ايه؟ هيزيد. سمعتوا عن حاجه قبل كده اسمها كالسيوم هوميوستيسيس؟ اه
سمعت عن هيموستيسيس وهوميوستيسيس وعارفين الفرق بينهم؟ حاجه في الدم وحاجه في البالانس. ما علينا، الفكره كلها ان الكالسيوم ليفل عندي متظبط بطريقه معينه، تمام؟ والكالسيوم شانلز هي اللي بتتحكم في دخوله وخروجه. طيب ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم والبوتاسيوم بامب هتبوظ، فالكالسيوم هيبدا يدخل بكميه كبيره. حلو قوي. ايه المشكله لما الكالسيوم يدخل عندي؟ هي ايه وظيفه الكالسيوم بالنسبه للخلايا؟ بيكتب انزيمات. بيكتب انزيمات. ماشي، انا مش عايزك في مصر، انا عايزك في جنرال في اي خلايا. اكتب انزيمات. ممكن دي لو انتوا فاكرين البلط كنتوا دايما بتعملوا عمليات تحول البلوس لومبر سروم الكلام ده كله، الكلام ده بيسموه كاتالايزنج فاكتور. يعني ايه كاتالايزنج فاكتور؟ عمل حفاز. يعني ايه؟ يعني بيعمل ستيميوليشن للانزيمز. طيب ايه المشكله بقى لما الانزيمز عندك تزيد؟ الانزيمز دي اوريدي في نورمال سيل ان اكتف، هو بيعمل لها ايه؟ اكتيفيشن. ايه هي بقى الانزيمز اللي بيعملها اكتيفيشن؟ ركز كده وافهمهم كويس قوي بالترتيب. اندو نيوكليز واي تي بيز وبروتييز وفوسفولايبيز. اخر واحد بيبقى الفوسفولايبيز، وخد بالك من المعلومه دي هنحتاجها بس قدام شويه. اخر واحد بيحصل له اكتيفيشن هو الفوسفولايبيز. طيب انا ايه المشكلة عندي؟ كلمة ايز في معظم الانزيمز معناها ايه؟ بيكسر. يعني هيعمل ايه في الاندونيوكليس يا دكتور ياسر حاجة؟ هيعمل ايه؟ يعني ايه اندونيوكليس اصلا؟ النيوكليك اسيد بتاع، فهمت بقى؟ قلت لك انه قدام هيدمر كمان النيوكليس، لان هو هنا هيجي على الانزيمز اللي موجودة هنا ويدمر لك النيوكليس دي واحدة. طب وايه كمان؟ ويكسر الاي تي بي. هي اوريدي المشكله دي حصلت نتيجه ايه اصلا؟ الاي تي بي. فانت كده مور اند مور اجريسفنس للموضوع، يعني بتزود الموضوع اكتر. طب وبروتييز؟ كل البروتينات اللي عندك في الخليه اللي بتعتمد عليها في انها تتغذى بيها هتموت. والفوسفولايبيد ده بيدخل، الفوسفولايبيد ده بيدخل في تركيب السيل وول، يعني مدارك على الخلايا ده ما عادش في خلايا. يبقى تاني عندي كام ميكانيزم لحد دلوقتي؟ ثلاثة ميكانيزم. لو جالك سؤال تطلع حد مش حافظ، ركز كده. لو جالك سؤال اسمه ميكانيزم اوف سيل انجري، ولا تكتب فيه ايه؟ لا، اللي وراك. عن طريق الصوديوم، سوري، عن طريق الكالسيوم بامب. طب ومن جوه الخلية ايه هي اشهر اماكن موجود فيها الكالسيوم انسايد السيل؟ ماشي، ده فكرتي كده. وايه كمان؟ والميتوكوندريا اوريدي اصلا، الميتوكوندريا نفسها فيها اماكن للكالسيوم، لان الميتوكوندريا محتاجه للكالسيوم. احنا قايلين ان الكالسيوم ده ليه ايه؟ كاتاليزنج فاكتور، وانت الميتوكوندريا شغاله بانزيم شغاله ليل نهار، فلازم يبقى فيها كالسيوم. طب لما الميتوكوندريا تتضرر هيطلع منها ايه؟ الكالسيوم. يبقى سورس اوف كالسيوم انترا سيلولار واكسترا سيلولار. طيب رابع ميكانيزم عندي هو الاكسجين فري راديكال. حد عارف ايه الاكسجين فري راديكال؟ هو سنجل بوك. يعني ايه برضه؟ بيجيبوه ازاي؟ البوك بيبقى اوتو، صح؟ في تفاعلات معينه بتحصل بيجيبوا حاجه اسمها H2O2، ده اللي بيسموه هايبر بارك اوكسجين، لا لايك اوكسجين. بالنسبه لينا مايكرو اكسجين دي بخلاف البنات والثوره والكلام ده، احنا كطب ميديكال الاتش 2 او 2 مايكرو اكسجين دي وظيفتها ايه؟ تطهير ومطهر. مطهر. يعني ايه مطهر؟ طب وليه استخدموها كمطهر؟ اشمعنى اختاروا دي؟ لان هي بيحصل ايه؟ الاتش 2 او 2 بتديك اتش 2 او و او، يعني معنى كده انك بتعمل ايه؟ بتحصل على اكسجين فراديكال. الاكسجين فراديكال ده بيجي على الخليه بتاعه الفيروس او البكتيريا، سوري، البكتيريا او الفطريات ويقتلها. فهمتوا بقى بيستخدموه ليه معقد؟ لانه بيقتل الخلايا اللي هي
بتاعه الفيروس او البكتيريا او الفانجل انفكشن. طب ال H2O2 ده بقى ايه الميكانيزم بتاعه؟ يعني الاكسجين في الراديكال دي اللي طلعت عندك انت خايف منها في ايه؟ دايركتلي بتروح على فين؟ على النيوكليس. بيحصل تفاعل مع النيوكليس وتضرب لك النيوكليك اسيد. معنى ان النيوكليك اسيد ده اتضرب يعني النيوكليس باظت يعني الخليه ماتت. تمام؟ يبقى في ميكانيزم عندي اسمه اوكسجين فراديكال. هي على فكره ما بتضربش النيوكليس بس، هي كمان بتضرب البروتين فورميشن، بس الاساس عندي هو النيوكليك اسيد. طيب هل احنا في جسمنا في اوكسجين فراديكال بتطلع؟ طبعا. طب ليه ما بيحصلش عندنا سيجنال؟ مين بقى الانتي اوكسيدنت المشهور قوي في الجسم؟ أكثر انتي اوكسيدنت. يعني ايه؟ ما هو الهيدروجين اول ما هيربط اوكسجين هيروح يعمل فين؟ الجلوتاثيون ده ميز تو انه بيديك بعد كده هيدروجين. فانت الهيدروجين عندك ده فكرته انه يعمل ايه؟ اكتيفيشن للاكسجين. تمام؟ فاحنا في جسمنا في جلوتاثيون بيطلع هيدروجين. طيب معنى او الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم برضه بيطلع هيدروجين. معنى ان انت يبقى عندك في ديفكت من الانتي اوكسيدنت يبقى معنى كده ان ايه؟ الاكسجين فريلات دي بتعمل لك ديفكت. تمام؟ يبقى انا دلوقتي ايه الميكانيزم اوف سيل انجري اللي خدناها؟ ايه المين تارجت بتاع السيل انجري؟ الميتوكوندريا. بعد كده قلنا الاي تي بي هيحصل فيه ديبليشن، والاي تي بي ديبليشن ده هيعمل لي حاجتين، هيأثر على الصوديوم بوتاسيوم بامب ويأثر على الايروب ويكتب الى انيروب. بعد كده عندي في زياده الانترا سيلولار كالسيوم. الكالسيوم ده جاي من ايه؟ من سايت السيل اخر واحد خالص نظاره كده. فاكر بعد اللي انت عملته ده كله في السيل ممبرين اكيد السيل ممبرين هيحصل فيه ديفكت. طب هو سؤال تاني، هو السيل ممبرين الديفكت ده هيحصل فيه؟ هيحصل يعني بالعقل كده شغل دماغك، اي ديفكت هيحصل عندك هيحصل في السيل ممبرين. ليه؟ لان هو ده الموست اكسترنال. طب فاي حاجه هتيجي تستهلك لازم هتعمل ديفكت في السيل ممبرين. طيب السؤال بقى، الناتج ده كله هيطلع لك حاجه اسمها سيل انجري. يبقى انا دلوقتي عايز اعرف يعني ايه ديفينيشن اوف سيل انجري، وايه هي اسباب السيل انجري، وايه هو ميكانيزم السيل انجري، وبعد كده نعرف ايه هي انواع السيل انجري. اول حاجه تعريف السيل انجري. according to the type of severity of duration السيل انجري ده عشان تفهموا ارسم الرسمه دي نورمال سيل. الرسمه دي لو فهمتها كونسبت السيل انجري مفهوم احنا السيل انجري الاربع حصص اللي جايين هيبقى سهل جدا. الفكره ان السيل انجري هو عباره عن ايه؟ نورمال سيل صح؟ هيحصل لها اكسبوجر لانجر. وهنا بقى ركز معايا قوي في الحته دي. لما يحصل لها اكسبوجر لانجر، الانجر ده لو كان مايلد وشورت دوريشن وليس سبير مايلد هو نفسه، وعشان حد يجي يقول لي الفرق ما بين مايلد وبس بيه الطبيعه النيتشر بتاعت الانجري انه مايلد وليه درجات. يعني هنقول مثلا هايبوكسيا، هنفترض يعني هايبوكسيا دي مايلد مثلا، طبعا ده غلط يعني، بس هنفترض انها مايلد. الهايبوكسيا دي في منها ايه؟ مايلد هايبوكسيا ومودريت هايبوكسيا. يبقى في فرق ما بين طبيعه النيتشر بتاعته وهو جواه بقى متقسم انهي درجه فيه. تمام؟ مع ان الكلام ده مش هيفيدكم بحاجه، الفكره كلها ان انا عايز اوصل ان الانجن خفيف، حاجه ديوريشن صغير ومش مغرفه. في الحاله دي الخليه هتعمل ايه بقى؟ هتبدا تكيف نفسها على الوضع اللي هي فيه. يعني ايه؟ يعني هتعمل حاجه اسمها ادابتيشن.
هدي لك اكزامبل. واحد راح يلعب الجيم، يعمل فرقة ساعة، تمام؟ حصل لسبب ما زيادة في هرمونات معينة مثلا، فانت هتبدأ الخلايا تزود عددها، تقلل عددها، المهم انها تظبط نفسها على الوضع ده، لاننا قايلين انه ايه؟ فترة مؤقتة ومايت. طيب لو الانجرينا اتشال، لو السبب اللي عامل ستريس، لو ساعتك بطلت تلعب، رحت لعبت اسبوعين مت، تمام؟ وقلت ايه؟ انا كفايه. لو الانجر ده اتشال، العضله هتروح صح؟ زي ما كل حاجه بتروح. يبقى دلوقتي النورمال سيل هترجع فين؟ يبقى ده الفيرتبل ولا الريفرس؟ هو ده اللي انا عايز اوصله. ان دلوقتي اول خطوات السيل انجري بتعتمد، عشان كده قلت لك الصفر ده مهم، التايم ديوريشن والسيفيريتي. انت دلوقتي عملت ستريس، عملت انجري على الخليه، قدرت تتكيف معاه وكان مايلد وفتره صغيره، يبقى ده بيسموه ادابتيشن، وده اللي هنعرفه اللي هو هايبر ديسيا وهايبرتروفي اتروفي، الكلام ده كله هنقوله في السكين. طيب لو ساعتك الديوريشن فضلت موجوده، يعني ايه؟ يعني فضلت مدي عليه ستريس اكتر والستريس ده ما اتشالش، فضل موجود، يبقى في الحاله دي هيبدا يحصل ايه؟ الخلية هيبدأ يحصل فيها خلل، ما بقتش قادرة تستحمل الضغط ده، وهتبدأ ايه؟ تتأثر. فده اللي بيسموه ريفيرزابل سيل انجري، هيحصل فيها سيل انجري بس برضه ريفيرزابل، يعني ايه؟ يعني لو الانجري ده اتشال في أي لحظة هترجع. يبقى السيل عملت عليها ستريس في الأول يوم يومين كيفت نفسها على الوضع ده، يا اما تكبر يا اما تصغر وهكذا، ده سميناه ادابتيشن. الانجري لسه ما زال موجود او السيفيرتي بتاعته زادت، سميناه سيل انجري ريفيرزبل. طب افرض فضل موجود غثت وفضل قاعد، يبقى في الحاله دي هيبقى ايه؟ ايرريفيرزبل. يعني ايه؟ يعني انا هاجي ادي لك اكزامبل. عندك مايلد هايبوكسي، وركز قوي في الاكزامبل ده، مايلد هايبوكسي حصلت في الحاله دي، الخلية هتعمل ادابتيشن بانها تقلب بالهيرون تقلب، صح؟ ساعتك لما بتجري بعد ما بتخلص الاي تي بي بيطلع اللاكتيك اسيد، عشان كده الواحد بعد فتره من الجري رجله بيحصل لها ايه؟ تتعب. طيب هل معنى كده ان الخلية مش دلوقتي فيها هايبوكس بالنسبه للخلية مفيش اي تي بي بيطلع واللي طالع مكانه لاكتيك اسيد؟ هل الخلية كده ماتت؟ لا، هما عملت ايه؟ ادابتيشن. طب هما كانوا راكبينك في عربية وانت بتجري، تمام؟ وفيصت ولسه العربية عمالة تجري، ماشي؟ ساعتك بقى في الحالة دي مبقاش ادابتيشن، العضلة ماتت بتصوت منك، فهيبدأ يحصل فيها ايه؟ تغيرات. التغيرات دي قلنا لو كانت ريفيرزابل هتبدأ الميتوكوندريا تعرف تصلح نفسها خلالها، والديوريشن كانت لسه برضه نقدر تلحق نفسنا، هيبقى ريفيرزابل. لو استمرت فيها هيبقى ريفيرزابل. ماشي. وايه اللي هيخلينا نستمر فيها يا دكتور؟ الانجري هو يا اما ادابتيشن يا اما ريفيرزبل سيل انجري يا اما ايريفيرزبل. طب يعني ايه ايريفيرزبل؟ يعني الخليه هتموت. والموت ده عشان بقى نختمها كده خلاص. ماشي يا عم. الموت حاجه من الاثنين، يا الخليه انتحرت سبع سنين بقى كده ابو بتونس مرتضى منصور، تمام؟ يا يعني اما ماتت نيكروزس. هي فكره يا اما الخليه هتعمل حاجه اسمها انتحار في الخليه، ده نعرفه، تطلع طريق مصر اسماعيليه بتوش من نفسها كده. نيكروز يعني ايه؟ يعني الخليه هي فضلت تقول لك احنا هنكسب احنا هنكسب، وتغلب. اللي قلت لك عليه ما تنساهوش، اللي هو الاكسبوجر بتاع التايب والسيفيريتي والديوريشن. الاكسبوجر ده هيفرق معاك جدا في الاوت كوم، دي بيسموها الاوت كوم، الناتج بتاعك، لان لو كانت حاجه صغيره هتعمل ادابتيشن وترجع تاني. طيب او ممكن تدخل في ريفيرزبل او ممكن تدخل في ايريفيرزبل. سؤال، هل ممكن نعدي على الايريفيرزبل من غير ما ندخل على الادابتيشن؟ لا.
لو من الاول سيفير لو كان سيفير قوي تمام. يعني هنقول مثلا اكزامبل طالب ده طالب طب وطالب طب وطالب طب، بس ده عارف ان في امتحان كمان 3 ايام، ده عارف ان في امتحان كمان يوم، ده عارف ان في امتحان امبارح تمام. بس ضغط نفسه ينشن كالعاده يعني تمام. ده احتمال هيدخل بس هيتعور قوي يعني، ده اتعور ده في مادة امتحان امتى تمام. في ناس والله هو قدامهم 10 شهور برضه.